جينهو، روماريو، روماريو، روماريو داخل منطقة الجزاء، روماريو وركلة جزاء، ركلة جزاء للفريق البرازيلي، وهي أول ركلة جزاء في البطولة، أول ركلة جزاء في البطولة. روماريو ومهارة الحجز والمهارة الفردية الرائعة والعرقلة داخل منطقة الجزاء. نشاهد بالعرض البطيء التمريرة من بين القدمين والعرقلة داخل منطقة الجزاء، أحد الأخطاء التسعة، ضربة حرة مباشرة. من سينفذ؟ رأي كابتن البرازيل. المسافة 11 ياردة، اتساع المرمى 7 أمتار و32 سنتيمتر، وارتفاع القائمة 4 أمتار، وتحدي بين كارين وراي. راي والهدف الثاني، الهدف الثاني لمنتخب البرازيل، بسدد على شمال ديمتري كارين ويحرز الهدف الثاني للبرازيل. راي من ركلة جزاء. إذا النتيجة أعزائي المشاهدين، تقدم المنتخب البرازيلي بهدفين نظيفين، الأول بإنذار روماريو والثاني عن طريق راي. العرض البطيء، الزاوية المعاكسة، تمبلار، بتناسكي وخطأ. شايفين الحكم قريب من وقوع المخالفة.